صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من صباح On Time، هنتكلم وهنحلل أبرز موضوعاتنا الرياضية، وبالتأكيد هنتكلم على مباراة منتخبنا المصري والاستعدادات القوية لمباراة بوركينا فاسو القادمة بإذن الله في تصفيات كاس العالم والتصفيات المؤهلة لكاس العالم بإذن الله. تفاصيل كتير هكون مع حضراتكم فيها ولمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح On Time. نبدأ كلامنا بالحدث الأهم وهو تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. هتبدأ بكرة الأربعاء ودي هتبقى الجولة الثالثة، وبعد كده هنلعب الجولة الرابعة، وعارفين طبعا أن منتخبنا هيلعب يوم الخميس مباراة هي الأهم في مشوار التصفيات أمم منتخب طبعا بوركينا فاسو بإذن الله. والتصفيات بإذن الله هتكون قوية جدا لأن المنتخبات اللي هنواجهها هتكون قوية. يوم الاثنين هنلعب مع منتخب غينيا بيساو في غينيا. مواجهة يوم الخميس ليها أهمية طبعا للجيل ده والمصر ولل يعني نقول ايه للجمهور كله، الناس اللي نفسها تفرح. بقى يا جماعة عايزين نفرح، يعني فعلا الجماهير المصرية متشوقة لاستعادة الأمجاد للمنتخب المصري مرة تانية. منتخب مصر بلا شك إن شاء الله يقدم أداء ومستوى جيد وطيب، بنقول معانا جيل مميز وجيل محترم ويستحق دائما أنه يكون في إنجازات بتتحقق باسمه وتتحقق في التوقيت الحالي، وطبعا ده المفتاح للتأهل واللي وصل ليه هو يعني نقول كده مجرد بداية لعودة الكرة المصرية للمحافل الدولية مرة تانية. لأن احنا حاليا عندنا تارجت غايب بقاله فترة، والظهور الجيد في نهائيات المونديال مش بس فكرة انك انت توصل، لكن الأهم دلوقتي هو انك انت تسيب انطباع جيد عنك، انك تثبت للناس كلها انك معاك جيل محترم، وان زي ما بقول انه جيل بيسلم جيل، وانه بيستحق الجيل الحالي بأسمائه ومحترفينه إنه يوصل لمكانة جيدة. من المؤكد إن هي فرصة أخيرة للجيل ده، لأن معظمهم في نهائيات كأس العالم هيكون تقريبا تخطى 32 و33 سنة، يعني مش هيكون في فرصة تانية ليك إنك أنت تسيب بصمة وانطباع كويس عندك عند الجمهور المصري. وهنا ما بقولش عند الجمهور المصري والجيل الحالي، التاريخ هو اللي بيفتكر وبيظل دائما تاريخ الكرة المصرية والأجيال الذهبية. الجماهير بتتغنى باسمها عبر التاريخ كله، مفيش حد بيتنسي، بتفضل دايما فاكر من اول جيل الثمانينيات لحد النهارده، تقول اللاعب الفلاني كان محقق الانجاز، اللاعب الفلاني صاحب الهدف الشهير، حتى لما كنتش اتأهلت بس بتبقى فاكر كويس جدا الانجاز والتاريخ اللي المجموعه كلها حققته مع بعض، او انك انت اجتهدت وما وصلتش، لكن يكفي انك انت اجتهدت، يكفي انك انت فعلا تخلي الجماهير تشيد بيك وباسمك وتقول انك انت عملت اللي عليك بس ما كنتش موفق. لكن ولا ده حقيقي اللي بيزعل واللي بيخلينا ان احنا عارفين ان احنا لسه ما وصلناش للمنطقه اللي احنا نستحقها كجيل وككره مصريه دايما بتحمل العديد من النجوم والانجازات. الجيل الحالي رغم ان هو يعني كان في ظروف كتير جدا صعبه في الفتره الاخيره، حوالي 10 سنوات اخيره ما كانش موفق، تغيير مدربين، تغيير مجالس ادارات في اتحاد كوره طبعا، وخلافات في بعض الاحيان، وعدم استقرار، وطريقه لعب بتختلف من مدرب للتاني، الحلم بيكون على بعض خطوات انك انت توصل له، ولكن برضو بنقول انك انت تتاهل لمونديال 2018 كان حلم وصلنا له مع كوبر، وكان من الحاجات اللي مش هننساها طبعا، وكان من الأشياء اللي كنا نتمنى أن احنا نعمل حاجة هناك في روسيا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كانت تجربة جيدة لمجموعة اللعيبة اللي كانوا متواجدين، ودايما بنقول أنه فترة عن فترة الأجيال بتتعلم وبتحاول أنك أنت تتجنب الأخطاء اللي أنت وقعت فيها. وطبعا في 2 نهائي لكاس الأمم في 2017 و2021، علشان كده هي فرصة كبيرة جدا مش هتتعوض لجيل صلاح. ليه بقول جيل صلاح؟ لأنه صلاح كان متواجد بالفعل في التوقيت اللي بقول لكم عليه، وكان متواجد في حلم 2018 زي ما بقول لكم مع كوبر، وقبلها في نهائي كاس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون و و و و يعني الجيل الحالي بحدوتة صلاح، بقيادة صلاح، بالتفاصيل اللي بقول لكم عليها، عدى
بمراحل كتير قوي، وعدى بأيام كويسه وأيام صعبه ويوم كويس ويوم الحلم كان على بعد خطوات، وبعد كده بيرجع للأسف الوقت زي الأول ونرجع نفقد الحلم ونرجع نحاول مره واتنين وتلاته. وطبعا في التوقيت ده عمري ما هنسى لعيبه كتير جدا متواجده ولسه بتلعب ولعيبه خلاص ما بقتش متواجده. بنتكلم على محمد الشناوي من اللعيبه اللي كانوا متواجدين، بنتكلم على تريزيجيه، بنتكلم على الكابتن عصام الحضري ما بقاش موجود، بنتكلم على واحد من اللعيبه احمد الشناوي كان متواجد وكان متالق، بنتكلم على النني الحقيقه اللي دايما حاجز مكانه اساسي مع المنتخب المصري لكن حاليا مش متواجد، بنتكلم على حجازي انه دايما كان بيبقى برضه حاجز مكانه سواء كان هو او علي جبر، بنفتكر والله اسماء كتير قوي يا جماعه، نص الملعب بنفتكر طارق حامد، بفتكر لعيبه كتير جدا متواجدين وثنائيات معتدين عليها في منتخبنا المصري، جيل بيسلم جيل زي ما بقول لكم، في اسماء ما بتتنسيش، الحلم دايما بيفضل مربوط في اذهان الجماهير بالناس اللي تعبت واللي اشتغلت واللي اجتهدت علشان توصل وتفكرنا في اذهاننا بالتوقيت ده. مش عاوزين ناخد التصفيات بشكل سهل الحاليه، وخلونا دايما فاكرين انه في مجموعات كتير ومنتخبات عملاقه مازال موقفها صعب، ومش هناخد بالتاريخ بيقول ايه، لازم نفصل دايما وناخد كل فتره مختلفه ونقول انك انت زي ما المنتخبات بيحصل عندها يعني ايام كويسه وايام مش كويسه ولاعيبه بترحل ولاعيبه بتكون متواجده وجيل بيسلم جيل، انت كمان عندك بيحصل تطور وبتحصل منافسه، ولكن بنقول منافسه صعبه مع كل المنتخبات. ودايما بنقول ان التصنيف زي مجموعه تونس واللي عندها 6 نقاط، نفس رصيد طبعا غينيا الاستوائيه ومجموعه كوت ديفوار واللي عندنا برضو يعني نفس رصيد الجابون 6 نقاط، وكمان مجموعه نيجيريا بكل نجومها العالميه اللي معاها نقطتين. فانت لما تبص للمجموعات هتلاقي مجموعات مجنونه، انت مش عارف لسه تقرا المشهد قوي. في بعض المنتخبات إيه، انت مش متوقع عدد النقاط اللي هم واصلين لها، وفي نفس التوقيت منتخبات تانية ليها اسمائها ومش محققين غير نقطتين وثلاثة. ودايما بنقول انه في حاجات بتكون خارج كل التوقعات، منتخب رواندا اللي معاه 4 نقاط ده غير طبعا اني هفكر الناس تاني انه بطولة افريقيا الاخيرة غيرت من الخريطة اللي بكلمكم عليها، منتخبات القارة كلها اتغيرت بشكل كبير جدا وبقت الكورة خارج كل الحسابات. ولما نفتكر الانجاز التاريخي اللي حققه منتخب كوت ديفوار هتخليك عارف دايما انه الناس دي بقى لها سنين عايزه تحقق الحلم ده وعايزه تتوج بكاس الامم الافريقيه، توجت بعد قد ايه؟ ده كان معاهم واحد من ابرز النجوم والمع الاسماء وعاش عمره كله مع منتخب كوت ديفوار عايز يحقق حلم كاس الامم الافريقيه وهو دروجبا، ولكن بعد رحيله وبعد اعتزاله قدر انه منتخب كوت ديفوار يحقق اللقب. عايز اقول لكم ان الكوره ما فيهاش مستحيل، وانه الاسماء دايما بتصنع الفارق، ولكن اجتهد اشتغل وفي يوم من الايام هتوصل للحلم. هيكون معانا دلوقتي علشان نسترجع الذكريات زي ما بقول لكم في اجيال ما بتتنسيش عبر تاريخ كره القدم المصريه، هيكون منورنا دلوقتي واحد من نجم او من نجوم منتخبنا المصري الكابتن شادي محمد اللي بنرحب بيه. صباح الفل على حضرتك يا كابتن شادي. صباح الفل استاذه فرح لحضرتك. كابتن شادي اهلا بيك منورنا، ودايما الحقيقه ان احنا بنحاول نسترجع معاك دايما الذكريات الحلوه، وبقالنا كذا يوم عايزين نفرح الجماهير حتى قبل الحلم وقبل تحقيق الحلم الحالي اللي خلاص على بعد خطوات وايام بسيطه جدا ان احنا ندخل في التنفيذ الحقيقي. تعليقك ايه على مجموعه اللعيبه المتواجده حاليا في المنتخب المصري والاعلان عن اللعيبه اللي تم اختيارهم من قبل الكابتن حسام حسن والاستعداد للمباراه قادمة بإذن الله؟ أولا برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينك. طبعا كابتن حسام حسن اختار مجموعة من اللعيبة كالعادة، بيطلع لك مجموعة بتكون بتحب لعيب معين أو اتنين معينين حتى لو هم متألقين، فكرة اللي انت تحترم وجهة نظر المدير الفني اللي شغال في البعض بيتقبلها والبعض لا، فتبتدي تبقى نغمة مثلا أو حالة نعملها زي حالة الكابتن محمد صلاح مع كابتن حسام حسن. لو أحيانا لما نسكت أو طول الوقت لو سكتنا ودعمنا بشكل قوي
ووقفنا جنب منتخبنا ونستنى الامور الفنيه ونشوفها ثم نقيم بعد ما نشوف. لكن هي بتبقى اهواء، حد بيحب لعيب معين، حد عايز اللعيب ده يبقى موجود، حد قريب من اللعيب ده، فمجرد ما بيظهر بيتعامل بالعاطفه اكتر منها طريقه تفكير المدير الفني. فلازم طول الوقت نحترم اختياراته وهو لسه ماسك الراجل. كان عنده نواقص في اللعيبه بشكل كبير جدا، خارج من بطوله واخد الفريق وحالته الفنيه مش بافضل حاجه، فبالتالي يستحق مننا الدعم. واعتقد ان ده صوت العقل اللي احنا ندعم منتخبنا زي ما حضرتك قلتي داخلين على مرحله صعبه، ومش عايزين نقول المنتخبات اللي احنا هنقابلها، مش عايزين نقول اللي هي ما بقاش في منتخب سهل في افريقيا. طبعا في منتخبات بتبقى بعيد جدا انت عشان تسمع شكل لعيبه ده حصل تطور عندها بشكل كبير، وحصل اللي هي عملت خطه وبقى عندها محترفين كتير. على سبيل المثال بوركينا مثلا، فريق يقول لك بوركينا بس زمان حاجه ودلوقتي حاجه، عنده فريق مش بالسهل. كل ما انت تحترم الخصم وتحترم وتذاكره كويس وتشوف نقاط القوه والضعف اللي فيه وتشتغل على ده وتحط التشكيله المناسبه للمباراه، كل ده هيفرق معاك. وكمان لما تاخد دعم جماهيري او دعم من في الاعلام، ده بيديك ثقه اكتر انت تشتغل باريحيه. طبعا للاسف هم شغالين طول الوقت تحت ضغط. صحيح. اتكلم مع حضرتك بشكل فردي بغرفه يتعمل بروباجندا وكان احنا فاضيين لاي بروباجندا، لكن الاساس اللي احنا نشتغل، الاساس اللي احنا نتعب، والاساس اللي احنا ندعم، الاساس اللي احنا نضم العناصر المتميزه. فكره المقارنات طول الوقت، ده يلعب ولا ده يلعب، نفس التفاصيل حتى في، انا اسف يعني وانا مسؤول عن اللي انا اقوله. الفكر يعني مثلا ليه دايما بنحط جوانا الحاجه اللي تعمل بوم على حساب اللي هي ممكن يبقى في وراها مشاكل كتير جدا وعدم استقرار. مع ان انا بايدي كانسان او بني ادم ان انا اتخطى ده، اتجاوز ده، وحتى اناقش الحاجه بموضوعيه. احنا مفتقدين ده بقى لنا مده كبيره. فاتمنى ان احنا خلاص المعسكر شغال. اللعيبة شفت الاختيارات ازاي يا كابتن شادي؟ شفت زي اي حد، كان في لعيبه مثلا التمني شخصي يبقوا موجودين يساعدوا الكابتن حسين مثلا، بس هو اختار، هو اللي متعايش، هو اللي عارف طريقه لعبه. انا عايز فلان وفلان في الحته دي، وهنا في وفره عند دي. هتقول ايه؟ طب مثلا مين اللاعب اللي كنت اتمنى كده؟ بس ما اجبرش المدرب او اطلع اقول انت ازاي ما تاخدش دوت، لا مش من حقي. لكن وجهه نظري كنت عندي تجربة في احترام لوجهات النظر، في احترام بالزبط لقيادة المنتخب وللرؤية الفنية بالزبط. لكن كابتن شادي كان يتمنى يشوف مين من اللعيبة في المنتخب. هقول لك مثلا ليه بقى، ليه اللي انا هقوله ده. يعني مثلا كان عندي تجربة في الامم الافريقية الاخير. انت جالك وقت في المباريات عايز اي اسم خبرة كان يبقى موجود، جالك وقت في المباريات وانت بتتفرج مثلا لو طارق حامد كان هنا في وقتها، يعني كنت لسه هسأل حضرتك على طارق حامد، كأس الأمم الإفريقية النهائي اللي حضرتك بتتحدث عنه، على الأخص لما شفنا النهائي في منتصف الملعب عندك مهند لاشين، وإنك أنت مفتقد جهود واحد، طبعا كان معاك حمدي فتحي وقتها برضه، لكن بتفتقد جهود والخبرات بتاعة لاعب زي طارق حامد في توقيت حرج جدا، أعتقد الكل تحدث عن هذا الأمر. بصي انا اقصد ايه مثلا، انا بقول لك ده اللي جه في دماغي وقتها، لان انا فاكر في مباراه وسط عمال تعمل تغييرات كنا محتاجين حد قوي في وسط الملعب. فليه اقول لو كان موجود كان ممكن هياخد دلوقتي يقفل شويه، يشيل مع اللعيبه الضغط والمباراه والاجواء. فمش موجود ما اتاخدش، فليه لو انت كنت يعني كان موجود كان هيساعد. فهنا نفس الموضوع، في لعيبه مثلا كانت ماشيه كويس جدا محافظة على مستواها وحصل تطور في عدد كبير من المباريات، مثلا على سبيل المثال دونجا مثلا في الزمالك، وهنا انا ماليش دعوه بالوان، انا هنا بتكلم على منتخب. طب ما واحد ممكن يجي يرد عليك يا كابتن شادي يقول لك دونجا ليه بديل، بمعنى انه دونجا بيلعب رقم 6 عندك حمدي فتحي. مش هستنى اسمع اصلا، هتقول له ايه بالظبط؟ ايوه ده رايي، انا عايز اقول كده رايي، انت هتدخل في رايي وانا اتدخلت في رايك. انا بقول مثلا
يعني كانت حاجه جوه دماغي كده اللي هو ايه، لو مثلا ما نقعش في نفس الخطا اللي وقعنا فيه قبل كده، بس في وفره، بس احساس اللي انا احط رجل لاعب يبقى لاعب دولي، لاعب دولي. انا بقول دايما من غير ما حد يزعل مني، انا في تجارب كتير جدا مع مدربين عظماء مع منتخب مصر طبعا. وانا موجود ماشي، فاللي انا هقوله ده انا مريت بيه. معلش، الاولويه دايما للاعب اللي بيشارك، محطوط تحت ضغط ونادي جماهيري وطول الوقت يتعادل، الجمهور بيعنفه، لازم ياخد بطوله، ده محطوط تحت ضغط طول صحيح. الوقت. لما يروح يلعب في المنتخب بيساعدني اكتر، لانه هو عايش جوه نادي بالفكر ده. هو ليه قوام المنتخب دايما من الاهلي والزمالك؟ علشان تفكير يبقى فيه بطوله، يعني انا بلعب كل البطولات اللي بدخلها أجواء عايز اكسبها، جماهيرية، ضغط اجواء جماهيري جماهيريه ضخمه طبعا جدا. طبعا. شفتي اخر مباراه الاهلي في بطوله افريقيا والزمالك في صحيح الكونفدراليه، صحيح. ايه الجمهور الجميل ده، ايه الجمال ده، وايه الشكل، وايه المسانده والدعم. طبعا فبالتالي اللعيبه دي المفروض بتكون ليها اولويه علشان الضغوط اللي ده بتتعرض ياخدنا ليها. لجزئية مهمة، الضوء الأخضر، الضوء الأخضر اللي نور، اللي شفناه كده من بعيد، بيدي أمل تاني لكابتن حسام بالأمس، إنه كان فيه يعني ممكن ان هو كان يدي لنفسه فرصة انه يفكر اكتر من كده في فكرة الباك ليفت، انه ما يكونش عنده عنصر واحد فقط، انه ما يحطش نفسه زي ما حضرتك بتقول عند الظروف، ان انا ما احطش نفسي في حتة الظروف. هل نقدر نقول ان هي كانت زي علامة بسيطة كده انه يلحق نفسه، وانه يكون عنده تأمين في المركز بلاعب واثنين وثلاثة زي عمر كمال عبد الواحد، زي عمر جابر، زي فتوح، يبقى عندك بتأمن كل مركز اكتر من لاعب؟ يعني اللي انت بتقوليه انا متفق معاكي جدا جدا، بس هرجع عشان ما بقاش بخالف كلامي للقاعده الاساسيه. انا المدير الفني، انا اللي هقيم فنيا، انا اللي هتحاسب، فليك حريه الاختيار. بس احنا بنتكلم بشكل عام، يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا لو عايزه بقى يعني اتكلم بصراحه اكتر، يعني مثلا عمر مرموش متألق جدا، وانا اللاعب ده انا ما اعرفوش اصلا، بس انا ليا امكانياته واخلاقه اللي انا سائل عليه كويس، اخلاقه كويسه جدا، لاعب محترم، وفي نفس الوقت امكانياته الفنيه ما يختلفش عليها حد، ومقدم مستويات طيبه جدا. بس في نفس الوقت ضفري، صباعي، انكر رجلي، يا فندم اللي بيكلمك ده في يوم من الايام لاعب بطوله افريقيا قسما بالله، وعنده شرخ اجهادي لازم رجله تتجبس. في حاجه اسمها في الكوره، انا مش بقول كده اخد بونت على حد، بس طبعا. انا بتكلم احيانا لما تحب المكان قوي، تخلص له قوي، فتتحدى قوي، فمن كتر ما انت بتخلص له قوي فما بتحسبش اي حسابات غير المكان ده لازم يبقى في المكان اللي يستحقه. ما بالك بقى منتخب مصر، ما في برضه الراجل بيمر بحاجات غريبه جدا، ممكن هو مش قادر يتكلم، خلي بالك والله العظيم ما حصل ما بيني وما بينه اي كلام، وانا بحبهم وبحترمهم وبحب اخلاصهم في العمل، ولكن في برضه امور غريبه جدا. ايه النادي متفق ده؟ لا، في اولويه، بلدي، علم بلدي، تيشيرت بلدي، الحته دي معلش في ناس ما عندهاش الحته دي، مش عارف ليه مش ما عندهمش الاحساس ده، يعني هتبنيها هنقول فيه علشان زي ما حضرتك بتقول يا كابتن شادي، يمكن ما تعرفهوش او ما تواصلتش معاه، فمش عارفين ظروف اللاعب قوي برضو، يعني ما بناخدش عند الاعلان منتخب اللي من مصر مفيش قبل حاجه اسمها النادي ظروف، مسلم بيه. مفيش حاجه اسمها عند منتخب مصر. على فكره على فكره عند منتخب مصر لازم يبقى فيه تضحيه، حتى عند منتخب مصر حضرتك، انا فاكر كويس قوي، فاكر كويس قوي 2008 والشعب كله في الشارع بيحتفل طبعا. وماشي بعلم مصر، ما حدش كان ماشي بالوان، كان الشعب صحيح. نازل بعلم مصر في كل ميادين طبعا. مصر، ومشهد و2006 و2010 في كل محافظات مصر الناس نازله تحتفل وصواريخ صحيح. واغاني وبيغنوا للبلد واغاني ذكريات وطنيه. الحلوه طبعا معلش طبعا. معلش، لما انا اكون عشت ده، لما انا اكون عشته وشفته ورفعت كاس افريقيا خارج الارض، خارج الارض، وراجع بيه والشعب منتظرك،
فهنا عليك مسؤوليه وطنيه. طبعا انا مش فاهم ايه طريقه التفكير دي بصراحه، لو انت عايزه رايي فايه طريقه التفكير دي؟ ما دي نوت بروفيشنال خالص بصراحه. يعني في حاجات اتجاوزها ويبقى في تضحيه في حياتي فربنا وفي حاجات يديني اكتر. حضرتك من وجهة نظرك لا تقبل، او يعني الجمهور مش بينساها ابدا وبتفضل بالظبط، عالقه في برافو اذهان عليك يا الجميع. فرح، ده اللي انا عايز، بالتاكيد انا مش بالتاكيد. عايزه يزعل مني، بس جايز حد نصيحه يوصل له. نصيحه طبعا بالظبط بالظبط. طبعا. كابتن شادي سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، استرجعنا معاك ذكريات كتير، وبالتاكيد يعني مش بس الذكريات والخبرات اللي يعني حضرتك بتتمنى انك انت تنقلها للعيبه وللجيل الحالي، بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، ونسعد باذن الله يوم الخميس القادم وبعدها يوم الاثنين باذن الله في مواجهتين مهمين جدا لمنتخبنا المصري، والجماهير تسعد بقى ويعني تسترجع الذكريات مره تانية وتسترجع الافراح والانتصارات. امبارح اعلن منتخب مصر استبعاد احمد فتوح وضم عمر كمال عبد الواحد بعد ما خضع فتوح لاشاعه تحت اشراف محمد ابو العيله طبيب المنتخب، وطبعا بعد تعرض اللاعب لاصابه بالكاحل خلال التدريبات، واثبتت اصابته في اربطه الكاحل وبالتالي صعوبه لحاقه بمباراتي المنتخب امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو. قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام وإبراهيم حسن مدير المنتخب استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، وكان حريص جدا الكابتن حسام حسن على الاطمئنان على أحمد فتوح بعد إصابته، وتمنى التوفيق للاعب في الفترة اللي جاية والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية اللي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقاءين المقبلين. تعالوا نقول معاكم كده برضو سريعا التشكيل المتوقع لمنتخبنا المصري لغاية دلوقتي، ووفقا لكل التطورات واللعيبة اللي اتصابت، ويا رب كده ما نشوف إصابات تانية خلال الأيام القادمة، بنقول إنه إيه اللي هيحصل أو إيه الشكل المتوقع حتى هذه اللحظة المنتخب. شفنا وتابعنا انضمام نجم النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد امبارح لمعسكر المنتخب، علشان كده هيكون في اختلافات لحد ما، في حالة ارتياح كبيرة عند الشارع خصوصا بعد انضمام اللاعب، لأنه الحقيقة لاعب مميز جدا ونجح مع مودرن فيوتشر ومع النادي الأهلي وأثبت نجاحه مع المنتخب المصري في فترة طبعا كارلس كيروش وروي فيتوريا. ونقول معاكم التشكيل المتوقع بعد وجود عمر كمال عبد الواحد ممكن يكون عامل ازاي. في حراسة المرمى الأقرب انه يكون محمد الشناوي، والبديل ليه هو مصطفى شوبير. في خط الدفاع لا خلاف على محمد هاني باك يمين، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم سرد باكين، عمر كمال عبد الواحد باك شمال. في الوسط مروان عطيه وامام عاشور وزيزو، دول بالنسبه كبيره جدا حتى هذه اللحظه. اما بقى في خط الهجوم لا خلاف على وجود محمد صلاح كاساسي، محمود حسن تريزيجيه والثنائيه الرائعه المعتادين عليها، ومهاجم وحيد وهو مصطفى محمد. ده التشكيل اللي متوقع لغايه النهارده. احنا في صباح يوم الثلاثاء، وارد جدا جدا زي ما قلت يحصل جديد، لا قدر الله يعني يا رب ما نشوف اصابات، لكن اي 11 لاعب هيشارك هيبدا واثقين فيهم، هيكونوا على قدر المسؤوليه، هيكونوا رجاله عارفين قيمه وقدر تيشرت منتخبنا المصري، وبالتاكيد هيكونوا على الموعد. نروح لاهم التصريحات ونبتديها من مدافع النادي الاهلي ومنتخبنا المصري رامي ربيعه، وقال ان المنتخب امامه مباراتين، المباراتين هيكونوا اقوياء جدا امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وان هم بيسعوا ان هم يحصدوا النقاط السته علشان يتقدموا خطوه مهمه نحو الصداره في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. قال كمان رامي ربيعه المباراتين مهمين جدا، اول مباراه على ارضهم هنحاول ان احنا نفوز بيها ونحصد النقاط الثلاثه، وبعد كده نفوز على غينيا خارج البلاد علشان نحصد الصداره. بيقول ان المعسكر اللي فات كان شيء مهم وايجابي للجهاز الفني للمنتخب، واللي اصر على اقامه البطوله الوديه في مصر واستفادوا منها جدا في كل الجوانب. بيقول انه تحقيق النادي الاهلي والزمالك لبطولتي افريقيا شيء مميز جدا للمنتخب، وبيتمنى ان يكون منتخب قوي بروح معنويه عاليه بعد الفوز بهذه الالقاب. بيوضح طبعا مدافع منتخبنا المصري رامي ربيعه، بيقول ننتظر الجماهير في مباراه بوركينا فاسو لان هم الدافع الاول للعيبه بعد المنظر الرائع اللي ظهر في مباراتي النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكانوا اللاعب رقم واحد هم الجمهور في حصد البطولتين.
ده تعليق رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي ومنتخبنا المصري طبعا، والحقيقه ان هو اتكلم على الانتعاشه اللي بيعيشها لعيبه نادي الاهلي ونادي الزمالك، ولكن بنتمنى كمان اللعيبه الثانيه اللي من الانديه الاخرى واللي بتاخد فرصتها سواء اذا كان اول مره انضمامهم لمنتخبنا المصري او يعني انضموا قبل كده، يكون عندهم برضو نفس الدافع ويكون عندهم يعني شغف انهم يحققوا شيء ويتركوا بصمه مهمه جدا مع المنتخب المصري، لان فرصه انضمامك للمنتخب هي شرف كبير جدا بينتظرها اللاعب على مدار مواسم ومواسم وأعوام علشان ينال شرف تيشرت المنتخب المصري. بنتمنى التوفيق للجميع ونتمنى أن اللعيبة تكون على قدر المسؤولية. نادي أرسنال الإنجليزي بيودع محمد النني بعد إعلان رحيله رسميا عن صفوف الفريق بعد 8 سنين ونص ضمن صفوف الأرسنال. أرسنال نشر مقطع فيديو للنني وجه من خلاله رسالة وداع لجماهير المدفعجية علشان يعلق النادي ويقول 8 سنوات ونصف رائعة، شكرا لك محمد النني على كل شيء. وأعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي رحيل 19 لاعب انتهت عقودهم هذا الصيف مع الفريق الأول لكرة القدم، مما بينهم محمد النني. ودافع محمد النني عن قميص أرسنال لمدة 8 أعوام ونصف، وانتقل خلالها إلى بشكتاش التركي لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة. وقال النني في حوار مع موقع أرسنال: بقائي في أرسنال لفترة طويلة كان يعني لي الكثير، لقد كانت أفضل 8 سنوات في حياتي، أحب هذا النادي كثيرا وأحب الجماهير وأحب أي شيء يتعلق بالأرسنال. وتابع: لحظاتي الأخيرة في أرسنال كسرت قلبي، ولذلك رفضت النزول للملعب عقب مواجهة إيفرتون لأنني كنت مليئا بالعاطفة، ولكن هذه هي الحياة، لقد انتهى وقتي هنا وأنا فخور جدا بما فعلت لهذا النادي. أضاف: لقد لعبت مع أرتيتا لمدة 6 شهور قبل اعتزاله، لقد استمتعت باللعب معاه وبالتدرب تحت قيادتي وتعلمت الكثير منه وممتن لكل شيء فعله من أجلي. وأتم حديثه كمان أنني قال: لم أرى في حياتي مجموعة كهذه، الجميع يساندون بعضهم ويحبون بعضهم وسأفتقدهم كثيرا، لقد كانوا أصدقائي لمدة طويلة وسنظل أصدقاء للأبد، وسأساندهم من أمام التلفزيون وسأحضر في الملعب لأشاهدهم، وأنا متأكد أنه أرسنال سيحظى بسنة مقبلة رائعة. محمد النني لسه يعني ما حسمش وجهته المقبله زي ما حضراتكم عارفين، وده اللي اكده والده وقال عده انديه بتفاوض مع محمد النني، القرار ليه طبعا في النهايه، بيتمنى انه يبقى في الدوري الانجليزي وهذه هي رغبته. اضاف: في عده انديه بترغب في ضمه من تركيا وفرنسا، وهو بيستحق اكتر من كده، النادي الاهلي كبير وهو تربى بداخله لمده 10 سنين وهو بيته، بكل تاكيد اي وقت هيطلب النادي الاهلي عودته هيكون متواجد، لكن لم تصل لي اي عروض رسميه من النادي، وحال وصول عرض لي سيوافق طبعا ولن يفاضل ما بينه وما بين اي عروض اخرى. دي تصريحات والد محمد النني، بالتاكيد اللي بيتمنى ان هو يشوف ابنه في افضل مكان. محمد النني جاله اكتر من عرض، ولكن يعني خلال الايام القادمه هنعلن طبعا مع حضراتكم العرض اللي هيستقر عليه محمد النني ووجهته المقبله باذن الله، بنتمنى له كل التوفيق. امبارح اتكلمنا عن واحدة من أهم اللقطات المضيئة في تاريخ الكرة المصرية، وهي مشوار التأهل لنهائيات كأس العالم في 90. فكرنا الناس بالأيام الجميلة والذكريات الحلوة، شرحنا قد إيه كانت الأمور صعبة جدا وقتها، وإن مرينا فترات صعبة جدا لأنه إفريقيا كان بيتأهل منها فريقين بس. النهاردة هفكركم وهفكر مشاهدينا بواحدة من أجمل اللحظات اللي مرت على الكرة المصرية وعلى الجيل الحالي على وجه الخصوص، وهي تصفيات أيضا مونديال 2018 واللي تأهلنا فيها لكأس العالم بعد غياب طويل جدا. دخلنا معركة التصفيات مع المدرب الأرجنتيني العبقري هيكتور كوبر اللي كنت لسه بتكلم عنه. جيل ضم صلاح، النني، تريزيجي، حجازي، محمدي، عبدالله السعيد، طارق حامد، علي جبر، باسم مرسي، رامي ربيعة، محمد عبد الشافي، أحمد فتحي، عمرو جمال، مروان محسن، أحمد حسن كوكا، في وجود الحارس العملاق عصام الحضري. دخلنا التصفيات في مجموعة ضمت غانا وأوغندا والكونغو برازافيل، وطبعا قبلها في تصفيات 2014 كانت غانا ليها وقعة صعبة جدا معانا برضو في نهاية مرحلة التصفيات لما كسبتنا 6-1 في المباراة الفاصلة. بدأنا المشوار بفوز خارج ملعبنا على الكونغو برازافيل 2-1، كان مسجل محمد صلاح وعبدالله السعيد بعد ما كنا متأخرين 1-0. أخذنا دفعة معنوية كبيرة جدا قبل مباراة الجولة الثانية وأمام غانا في برج العرب أمام 70,000 مشجع. سجلنا انتصار عظيم بهدفين دون رد سجلهم محمد صلاح، وكانت لحظة رائعة جدا، و
عبد الله السعيد وصنع تريزيجيه ضربه الجزاء الاولى اللي مهدت الطريق لصداره المجموعه. في الجولة الثالثة تعرضنا لهزة عنيفة جدا وخسرنا في أوغندا 1-0، لكن رجعنا مرة تانية في الجولة الرابعة وكسبنا أوغندا في برج العرب 1-0 بهدف محمد صلاح. ثم شاء القدر أن مباراة الجولة الخامسة تكون المباراة المؤهلة لكأس العالم أمام الكونغو. بنفتكر معاكم ذكريات مش هننساها أبدا، وده بعد ساعات من تعادل غانا مع أوغندا سلبيا. دخلنا مباراة الحلم أمام منافس عنيد وأمام جمهور عظيم عظيم جدا، يعني كان استاد برج العرب ممتلئ على الآخر. ليلة 8 أكتوبر سجلنا الهدف الأول في منتصف الشوط الثاني عن طريق نجم ليفربول محمد صلاح. وقبل نهاية المباراة بدقائق كانت الصدمة العنيفة اللي سكت فيها الجمهور، وكان الحلم بيبعد تماما عن منتخبنا المصري. وفي اللحظة دي الجماهير كلها سكتت وكأنها خدت صدمة العمر، وكان خلاص منتخبنا المصري بيودع الحلم اللي غاب عنه بقاله سنين. وبعد كده زي ما شفنا مع حضراتكم تريزيجيه كان صاحب اللحظة اللي رجعت الأحلام مرة تانية للجماهير المصرية عن طريق ضربة الجزاء، وقدر من خلالها انه محمد صلاح يحرز الهدف. وكان شيء صعب جدا انه محمد صلاح يتغلب على الضغط وعلى الضغوط الجماهيرية، ولكن كان على قدر المسؤولية واحرز الهدف. وطبعا بعد الهدف كان عامل ازاي، كان واحد يعني من اللعيبة اللي كانت في مواقف صعبة ومواقف عمرها ما هننساها بعد هدف الكونغو. ولكن زي ما بقول بحضراتكم افتكرنا اللحظات دي بعدها بثواني، محمود تريزيجيه بيدخل بطل المنقذ ومن عرضية من أحمد حجازي بيسجلها محمد صلاح كضربة جزاء في الدقيقة 94 علشان تتأهل مصر لنهائيات كاس العالم في ليلة من ليالي الكرة المصرية اللي عمرنا ما هننساها أبدا. يا رب إن شاء الله المشهد ده نشوفه تاني، مشهد الفرحة يتكرر تاني مع الجيل الحالي ومع الكابتن حسام حسن. يكون عام 2024 هو عام اقتراب التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخنا. الحقيقة انه ذكريات حلوة قوي بنفتكرها مع بعض، ولحظات حلوة قوي، وزي ما بشوف معاكم اللحظة دي من اللحظات اللي فعلا بتفكرنا بأصعب الأوقات اللي عدت على منتخبنا المصري. خلاص انت بتودع الحلم، انت مش فاكر اي حاجة غير انك تعب ومشقة وذكريات مؤلمة صعبة بتروح في ثواني أخيرة. ولكن زي ما بقول لكم ما تفقدش الأمل، خلي اللعيبة عندها الأمل لحد الثواني الأخيرة، ممكن الأمل يرجع لك مرة تانية. زي ما انتوا شفتوا لحظة ما الحكم ادى ضربة الجزاء لمنتخبنا المصري كأنك أحرزتها، انت رجعت الحلم لبص كام واحد متواجد، كأنك أحرزتها. الناس مش متخيلة يا جماعة، يعني الناس عندها عشق لكرة القدم، الجماهير المصرية عندها وفاء شديد جداً وموجودة وبتآزر اللعيبة وفي ظهرها تحت أي ظروف وتحت أي ضغوط، واللعيبة بتكون على قدر المسؤولية. بإذن الله إن شاء الله نشوف المشاهد دي، وبإذن الله نحسمها بقى من بدري، ما تستناش ضربة جزاء، ما تستناش إنك تحط نفسك تحت درس المنافس للحظات الأخيرة، لازم تحسم ده من بدري، ولازم تكون مريح نفسك ومريح لعيبتك وعندك الثقة إنك تقدر تحسم الأمور من بدري، وطبعا ده اللي اعتدنا عليه، وده اللي لعيبتنا ورجالتنا والخبرات والذكريات هتعلمنا وهنتعلم منها. محمد صلاح دي اللحظات اللي بقول لحضراتكم عليها ما ننساهاش ويتذكرها التاريخ دائما، فرحة الملايين من الجماهير المصرية. يا رب رجع لنا الفرحة تاني، رجع لنا الذكريات الحلوة وترجع أيامنا الجميلة والتاريخ وذكريات الكرة المصرية والبطولات المحترمة. فيما يخص المنتخب الأولمبي، عاوز أقول كمان إن المنتخب الأولمبي اكتملت صفوفه بانضمام الثلاثي محمد نديم حارس فاركو وعلي زعزع ايضا لاعب فيوتشر ومحمد حمدي لاعب امبي الى التدريبات خلال معسكر المنتخب بالقاهره، واستعدادا لوديتي كوديفوار يوم 7 و11 يونيو الجاري، وده طبعا ضمن برنامج اعداد الفراعنه لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024.
ده لما منتخب يعني الأولمبي قدر ان هو طبعا يحقق انجازات خلال الفترات اللي فاتت، وقدر يضم مجموعه من اللعيبه جيدين جدا جدا جدا، وطبعا لاعب زي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، اياد العسقلاني، محمد شحاته، مصطفى ميسي، اسامه فيصل، كلهم الحقيقه عناصر مبشره جدا، كلهم بيلعبوا للفريق الاول، وفي منهم كمان مرشح ان هو يكون في منتخب مصر المرحله اللي جايه. بنقول كل التوفيق للاعبتنا، مستقبل منتخبنا المصري، منتخب الاولمبي اللي بالتاكيد لازم يشتغلوا ويجتهدوا، وفي اقل من شهرين ولازم تكون عينيهم على المحافل الدولية لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية، ويكونوا على قدر المسؤولية بإذن الله. التقرير اللي جاي معانا عن انطلاق او بدايه الاعلان عن بدء البرنامج التدريبي لمدربي المنتخبات الوطنيه، امبارح شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المؤتمر الصحفي للاعلان عن انطلاق المشروع القومي لتطوير مدربين المنتخبات الوطنيه لكره القدم، وده كان بالتعاون مع الجامعه البريطانيه في مصر وبالشراكه مع جامعه مانشستر مترو بلويتان، وفي ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي اللي وقعته الوزاره مع كل من الاتحاد المصري لكره القدم واكاديميه ترايت تو دريم، وطبعا علشان يكون في كفاءات 22 من مدربين المنتخبات الوطنية لكرة القدم. الأمر ده كان إيجابي جدا لأنه هيتم وفقا لأحداث والأحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتاكتكس وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة. خلونا نروح مع حضراتكم نتابع التقرير التالي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تطوير كرة القدم، احنا عندنا اللاعب وانتقاء الموهبة ويعني الجهود المبذوره الكبيره اللي موجوده، وانشاء كمان ملاعب كتيره جدا زي المشروع القومي للملاعب في مراكز الشباب والانديه. الحجر الزاويه للكوره الحقيقه زي كده ما بنتكلم في التربيه والتعليم، المدرس. احنا في كره القدم هي المدرب. طب احنا عندنا مشروعات اخرى للرياضات الثانيه، لكن كره القدم دايما بقول الرياضة المصرية يعني مش كرة قدم وبس، لكن كرة القدم مهمة جدا لأن مزاج عام. واجبة التطوير ده أول برنامج يكون بهذا الشكل. احنا عاملين برنامج للمدربين الوطنيين اللي تم اختيارهم من خلال الاتحاد المصري. هيكون في خبراء في مجال تدريب كرة القدم في مجال الكورة هيكونوا خلال فترة العام، وهيكون كمان في سفر معايشة خلال السنة ديت في اوروبا علشان كمان هيكون مؤهل لللايسنس الاوروبي. اعتقد اننا ما سنفعله هو اننا سنوفر اخر المستجدات في المعرفه بكره القدم، وان نضمن ان يكون كل المديرين الفنيين الكبار في مصر لديهم المطلوب ليكونوا على جوده عاليه. هذه مجرد بدايه، وما سنفعله هو انه هذه مرحلة تجريبية، سنعرف ما الذي يريدونه كمديرين فنيين مصريين، وسنأخذهم فيما بعد إلى المملكة المتحدة إن شاء الله، ونجعلهم يتعرفون على ما يحدث في كل الأندية المحترفة وكل الطرق التي يتم اللعب بها في إنجلترا. كلما أتيت متأخرا كلما كان ذلك أفضل، لأن كل مشكلات الماضي كان سيتم تلافيها. أنا حاولت أن ألعب كرة القدم في مصر، وكل ما رأيته هو وجود مواهب رائعة وحماس كبير، وبالتأكيد محمد صلاح الذي يلعب في فريق ليفربول. أعتقد أن مصر ستنتقل من نقطة قوية إلى نقطة قوية وتبني على تاريخها الكبير، وستكون أفضل في المستقبل. سعداء جدا بالشراكة بتاعتنا مع السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأنه اختار الجامعة البريطانية في مصر ووثق فيها أنها تنفذ برنامج بالحجم ده. ده برنامج قومي، حضرتك عارف أن في توجه استراتيجي للدولة الاعتماد على المدرب الوطني، وإحنا عندنا يمكن مدربين كويسين جدا 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 في مصر. البرنامج ده هيساعد ان احنا نوصل كمان بيهم لمستوى عالمي عشان المدربين الوطنيين بتوعنا يبقى هم الاساس في الفتره الجايه في تدريب المنتخبات الوطنيه. دي ملهاش علاقه بالرخص بتاعه المدربين، سواء اللي هي ان احنا بنقول عليها او يعني اللي مسماها الدي والسي والبي والاي، لان دي حاجه مختلفه. ده مشروع تثقيفي للمدرب المصري، بيتناول البرنامج بيتناول جوانب اخرى بجانب الجانب الفني، بتناول جوانب اخرى زي التغذيه وزي الـ 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 الحاجات التكتيكيه وكل الكلام ده، ومن ناحيه اكاديميه اكتر اللي فيها الجامعه.
مشاهدينا لسه عندنا كلام وتفاصيل كتير واخبارنا طبعا الرياضيه هنتابعها مع حضراتكم في صباح اون تايم، ولكن فاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي أخبارنا في صباح أون تايم. من الأخبار المهمة قوي واللي قلبت الدنيا مبارح خبر الموسم في أوروبا والعالم كله. الحقيقة كل متابعي ومحبي كرة القدم أكيد كانوا منتظرين الخبر ده، سواء إذا كانوا اتفقوا أو اختلفوا معاه، لكن هو أكيد خبر الموسم وصفقة القرن في أوروبا، وهو إعلان نادي ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي عن التعاقد مع الفرنسي إمبابي نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024. كان إمبابي كان خرج وأكد الكلام ده من سنة، وإنه قرر إن هو يغادر صفوف نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي بعد 7 سنين داخل النادي. الحقيقة خبر مفرح جدا لكل عشاق ريال مدريد في كل مكان، لأنه انتقال لاعب بقيمة كيليان مبابي لفريق هو البطل الدائم لدوري أبطال أوروبا إضافة بكل تأكيد وبكل المعاني. مبابي هو اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأخيرة، لكن تواجده في الدوري الفرنسي يعني أضعف كتير جدا من فرصه في أنه هو سواء كان هيفوز بالكرة الذهبية، لأن هي من أهم الجوائز اللي الكل بيبحث عنها، عشان كده هو شخصيا فضل أخيرا الانتقال لريال مدريد نادي البطولات. أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أوروبا واللي بينتظرها طبعا عشاق الكرة بحماس كبير، ورودري نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، وأليكس لاعب باير ليفركوزن ومنتخب إسبانيا اتكلموا عن استعدادات منتخب المعتدور للمشاركة في اليورو. خلوني أفكركم وأفكر حضراتكم طبعا، المنتخب إسبانيا بيقع في المجموعة الثانية مع منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، وتعالوا نشوف رودري وأليكس قالوا إيه ونرجع نكمل كلامنا. ومن أخبار أوروبا تعالوا نروح معاكم لأبرز أخبارنا المصرية وكرة القدم المصرية في فقرة On Fire News. نبتدي معاكم من عند القلعة الحمراء النادي الأهلي، وعاد الأهلي للتدريبات اليوم بعد انتهاء فترة الراحة اللي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الـ 12 في تاريخه. خاض لعيبة الأهلي تدريباتهم تحت قيادة مارسيل كولر واللي أنهى إجازته وعاد من سويسرا علشان يقود مران الفريق استعدادا لمواجهة فاركو يوم الجمعة 14 يونيو في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري المصري. بالتأكيد بيتغيب عن تدريبات الأهلي الدوليين المنضمين للمنتخبات الوطنية خلال الإجندة الدولية لشهر يونيو هم 12 لاعب. أيضا بيعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة، وده من أجل حسم عدة ملفات أهم الصفقات اللي بيحتاجها الفريق بالإضافة لتحديد الراحلين. من المنتظر أن يناقش كولر أيضا مع لجنة التخطيط عقود اللعيبة المنتظر التجديد ليهم الفترة اللي جاية علشان يحسم كافة الأمور. بيرغب كولر في عدة صفقات أبرزها تدعيم الدفاع وضم ظهير أيسر ووسط ملعب ومهاجم أجنبي. بيخضع عمرو السوليه لاعب خط وسط الاهلي لفحص طبي على العضله الضامه من اجل تحديد موقفه النهائي من الانتظام في التدريبات الجماعيه الفتره المقبله، بعدما اضطرب اللاعب من انهاء البرنامج التاهيلي اللي خضع ليه بسبب الاصابه بشد في العضله. وغاب عمرو السوليه عن المشاركه مع الاهلي في مباراتي نهائي دوري ابطال افريقيا ضد الترجي التونسي، حيث من المقرر ان يجري فحصا طبيا لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعيه ومدى تماثل عضلته الضامه للشفاء التام من عدم تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات من جديد وتدعيم صفوف النادي الأهلي. ومن أخبار القلعة الحمراء لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك، ونبتدي من عند أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق. وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع محمد أبو العيلة طبيب منتخب مصر من أجل معرفة التفاصيل من أجل طبعا الإصابة الفتوح اتعرض لها. وقرر طبيب الزمالك خضوع فتوح لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة علشان يعرفوا مدى ومدة غيابه ووضع برنامجه التأهيلي اللي هيخضع عليه خلال الفترة القادمة.
نروح لخبر تاني. واستقر مسؤولي الزمالك على أن يكون التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، واتفق مجلس الزمالك على أنه يتم عقد جلسة مع اللاعب بعد العودة من المنتخب يتم خلال الاتفاق عليها في كل الأمور. وأوضح مصدر أنه الحارس تلقى عرض سعودي خلال الأيام القليلة الماضية، وكان اللاعب ينتظر حسم مصيره بشكل نهائي مع الزمالك بعدها يرد على العرض السعودي، خاصة وأنه رغبة الحارس الأولى هي التجديد للزمالك. انتظم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي ابراهيم ناداي ثلاثي الزمالك في التدريبات الجماعيه واللي اقيمت مساء امس الاثنين على ملعب النادي استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا المقبله في مسابقه الدوري المصري الممتاز. وكان الثلاثي غابوا عن تدريب اول امس بعد الحصول على اذن الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي جوزي جوميز. شارك اللعيبه في جميع الفقرات بصوره طبيعيه استعدادا لاستئناف مسابقه الدوري المصري الممتاز خلال الفتره المقبله. مشاهدينا بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على أبرز أخبارنا الرياضية، تعالوا نروح لفاصل سريع ونتكلم بعد كده على التفاصيل الطبية مع الدكتور الموانا النهاردة دكتور وائل رفاعي خبير واستشاري الإعداد النفسي للمنتخبات الوطنية. انتظرونا بعد الفاصل في صباح أونلاين. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقراتنا ومنورنا دلوقتي الدكتور وائل رفاعي خبير واستشاري الإعداد النفسي للمنتخبات الوطنية. بنرحب بحضرتك دكتور، صباح الفل عليك. بك يا فرح وصباح الفل عليكي وعلى أون تايم وعلى جماهير الكرة المصرية وكل العاملين في الرياضة المصرية. يا رب بإذن الله. طبعا في البداية عايزة أرحب بحضرتك وأكلمك عن التوقيت الجميل اللي بنرحب بيه واللي بنبتدي إن احنا نستقبله في منتخبنا المصري وإنجازات منتظرين إن احنا نستعدها ونستعيد الذكريات والأمجاد مرة تانية. عايز أكلمك على الجانب الخاص باللعيبة. الإعداد النفسي بقت من الحاجات الهامة جدا إن احنا نشتغل عليها في اللعيبة. من وجهة نظر حضرتك إزاي يتم الإعداد النفسي للعيبة ما قبل مباراتين مهمين جدا زي مباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقبلين بإذن الله؟ الحقيقة سؤال في الجول يعني سؤال مهم وجيه فعلا، لأن ده حدث مهم ومباراتين مهمتين جدا. عندنا قاعدة نفسية مهمة جدا، كلما زادت أهمية الشيء زادت كمية التهديد، وبالتالي نمرة 3 زاد الاسترس أو الضغط النفسي. فمباراة مهمة المباراة الأخرى مهمة نعم، لكن لا نبالغ في الاهتمام بالنتيجة وبالمباراة عشان ده ما يعملش لود وسترس على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. فلازم الإعلام يرشط في كلامه، يسيب الكرة في الملعب للجهاز الفني وللاعبين، هم أدرى الناس وأكثر ناس التصاقا وفي كوميونيكيشن جامد جدا بينهم وبين بعض، ويعمل فوكس على الأداء والجهد والالتزام، هم اللي هيساووا النتيجة الجيدة. في معادلة لطيفة جدا، اتصال جيد بلس جهد عالي بلس أداء كويس، بالضرورة يبقى في نتيجة كويسة. لكن ممكن اللاعبين في الملعب يعملوا جهد عالي جدا وأداء شكله راقي جدا من وجهة نظر الجمهور ممتع، لكن ما يشاويش نتيجة كويسة في الآخر. ليه؟ عشان ما فيش الكوميونيكيشن ما بين الجهاز الفني واللاعبين. فبداية عشان مباريات مهمة زي كده لازم يكون في تواصل جيد جدا ما بين الجهاز الفني واللاعبين، يعني بالبلدي كده بلغة الكرة اللي في دماغ الجهاز الفني حرفيا يكون في دماغ اللاعبين. وكلمة حرفيا هنا أقصد بيه الكوميتمنت أو الالتزام، ولكن مش لازم اللي يكون حرفيا. ليه؟ لان اللاعب لما بيلزم نفسه حرفيا بيبقى سقف التوقعات عالي، بيعمل استرس برضه وضغط نفسي على اللاعب. يعني انا بشر، انا هلتزم باللي اتقال لي لكن وارد جدا ان انا اخطا اثناء الاداء. الشطاره ان اعمل ريفوكس، ارجع لاعاده التركيز مره ثانيه. فاللاعب لو غلط في المباراه ده شيء طبيعي، والجمهور يصدق كده والجهاز الفني واللاعب نفسه ما يعملش فوكس ويقعد يفكر في اللي قبله واللي بعده ويسيب اللحظه ناو اند هير دلوقتي. لا، خليك مركز في اللحظه اللي هنا الحاليه، اشتغل. وارد جدا تغلط، الشاطر اللي بيغلط ويرجع تاني ده البطل. فالاتصال الجيد، اللعيبه تلتزم، كميه التهديد هتقل، الضغط النفسي هيقل، هيبتدي يستدعي التكتيك وطريقه وخطه اللعب للجهاز الفني مكلف اللاعبين والفريق بيها. اللاعب سقف التوقعات ما تبقاش صارمه، يعني انا لازم ما اغلطش، لا الكلام ده مش مظبوط. محمد صلاح بيغلط، وائل رفاعي بيغلط، رامي عاشور بيغلط، اي بطل عالم، عبد اللطيف منيع في المصارعه، انا مع منتخب المصارعه بيغلط، مفيش لاعب ما بيغلطش. الشاطر اللي يغلط ويرجع تاني. في استراتيجيه مهمه جدا يتدارك الخطا ده. بالظبط، في استراتيجيه مهمه جدا اسمها 3 ار. يعني ايه 3 ار؟ يعني الثلاث كلمات اللي فيهم حرف الار، اللي هو
ريكوجنايز يعني اعرف انا بغلط امتى، ريجروب يعني اوقف نفسي عشان اجمع نفسي عن الغلط ده عشان ارجع للصح، ريفوكس يعني اعيد تركيز الانتباه. فوارد جدا ان انا اغلط بس لازم اعرف انا بغلط امتى ولازم اوقف نفسي امتى وارجع ازاي واركز بقى في اللحظه الراهنه ازاي لما ارجع ما اقعدش افكر في اللي فات عشان ما ياثرش على تركيزي. فمطلوب ان اللاعبين ناو اند هير في المباراه تكتيك بتكتيك دقيقه بدقيقه زي ما الجهاز الفني بيقول، الاستريس والضغط النفسي هيقل وهتبقى الدنيا ماشيه كويس قوي. حاجه تانية، منتخبات بوركينا بالذات ادائها سريع جدا والسرعه هنا ومن ايام ما كانت الحصان الاسود والبطوله منظمه عندها ومعروف اداء بوركينا اداء جماعي سريع جدا. السرعه هنا مش مكون لياقه بدنيه فقط، سرعه انتقاليه وسرعه حركيه في الملعب، لا ده السرعه ليها علاقه بالسمات الرئيسه الكاردينال تريتس بتاعت الجهاز العصبي، النشاط وقوه الجهاز العصبي. فالسرعه غير السربعه، متسربع يعني الاكسجين مش واصل لمخي، يعني التركيز مش كويس، يبقى الدقه في الاداء مش كويس. احنا محتاجين يكون عندنا سرعه مش سربعه. السرعه يعني ايه؟ يعني ازاي يكون تفكيري بسيط في الاداء. التفكير العميق المبالغ فيه ياخد وقت، بيأثر على السرعة في الأداء وبيأثر على الدقة والتركيز. لكن اللاعب الجيد في الإعداد النفسي اللي يكون تفكيره بسيط، عارف الطيار الآلي كده، الكرة جاية له محمد صلاح بيقول إيه 90% من أهدافي أنا بعملها الميجر 2 تصور عقلي. فأنا عاوز اللعيبة يعملوا منتال جيم، تصور عقلي، مباراة عقلية، بحيث زي البلاي ستيشن يبقى جاهز لكل السيناريوهات، والكرة جاية عارف يعمل إيه، الكرة جاية عارف تعمل إيه. ده بيشتت الطاقة النفسية بتاعت المنافس، بيشتت انتباه المنافس، بيقلل من تركيز المنافس. مع الحضور الجماهيري مع الاداء الراقي بتاع منتخب مصر هنلاقي الحماس الزائد لدى المنتخب البوركيني او كده هيقل. ده محتاج ايه بقى؟ زي ما بنقول بلغه الكره زمان بيس، اساسيات. كانوا يقول لنا اول 10 دقائق ربع ساعه العب اساسيات، الكره ترجع من رجلك صح. وده مش عيب حتى مع الكبار، لما بقف صح الذاكره هتستدعي التعليمات، التكتيك، طريقه خطه اللعب، الحماس والتوتر اللي هو شيء ده طبيعي يا جماعه، الادرينالين والهرمونز والحاجات دي والعرق ده شيء طبيعي عشان انا بستعد ان انا ابذل اقصى جهد، ما ندخلش في تراك افكار سلبيه ويا نهار ابيض ده كذا، لا ده شيء طبيعي. في فرق بين الاستثاره ده شيء طبيعي وبين القلق، لو انا اعتبرتها قلق هيبقى شيء مش طبيعي وهيأثر على ادائي. اعمل انا كنترول واقول ده شيء طبيعي والعب الاساسيات، لما الكره تطلع من رجلي مره واثنين وعشرة صح ثقتي هتعلى، الخوف هيقل، التوتر هيقل، التركيز يزيد، استدعاء التعليمات الجهاز الفني تبقى افضل. فمحتاجين ايه؟ الكره تطلع من الرجل سريعه ودقيقه عشان نشتت انتباه المنافس، نهدر الطاقه النفسيه بتاعته، نمتص الحماس اللي بتاع الكره الافريقيه وبالذات فريق بوركينا. في الحاله دي نقدر ان احنا بقى عندنا بقى الدوميننس تريسمت السيطره، نفرض اسلوب لعبنا الجميل وكرتنا المصريه الجميله الجهاز الفني ادرى بامكانياته وقدرات لعبته لحد ما ندخل في الفلو ستيت طلاقا، نسيطر احنا على الجيم ونقدر نأدي بشكل افضل. يعني سرعه مع تركيز، اتصال جيد مع اللاعبين، اعرف امتى بغلط وده شيء طبيعي ان انا اغلط حتى لو انا محمد صلاح، والجمهور لازم يفهم كده. محمد ليه بيبتسم لما بيغلط؟ لانه عايز ايه؟ يعمل ريليز، يفرغ انفعاله بدل ما يقعد يفكر في الكوره. انا ببتسم ده شيء طبيعي، وعرفت الغلط فين، يقول لك اعرف غلطك وامتى بتغلط وصلحه في دماغك وانساه تاني، نقولها تاني لكل لعيب مصري، اعرف غلطك وبتغلط امتى، صلح الغلط في دماغك في عقلك وانساها. لكن اقعد افكر فيها زي السكواش او التنس، النقطه اللي بعدها واللي بعدها دي الدقيقه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها والاداء يختلف. لا انا عايز اعرف ان طبيعي ان انا اغلط، بس اعرف اوقف نفسي امتى وارجع امتى. طبعا. طب دكتور وائل، الجزئيه المهمه قوي اللي عايزه اكلمك عليها مش فقط انه الحماس اللي في الملعب، لا الفرق ما بين المدير الفني اللي يشتغل على الجانب النفسي والمدير الفني اللي بيشتغل على الجانب الحماسي. تمام. الفرق ما بين الحاجتين ايه؟ لا فرق كبير. يعني انت عندك جوارديولا، حسام حسن انا بعتز بيه جدا ان هو لاعب وليه خبراته، ابراهيم حسن والجهاز الفني الموجود محترم جدا، وانا واثق باذن الله يكون المسؤوليه دي ويبقى في تقدم للكره المصريه ان شاء الله بس ندي فرصه للناس تشتغل مش تحت ضغط نفسي. الحماس الزائد والاعداد النفسي، الاعداد النفسي بين قوسين توازن ما بين حاجتين كفتين ميزان، ولا حماس زائد يبقى فيها هيبره وقلق، ولا هدوء زائد يبقى فيه حاجه اسمها أباسي او لا مبالاه. انا عاوز اللاعب يبقى مستعد للكفاح فايت زي في المصارعه والالعاب النزاليه كده، برضه في الكوره كده، يبقى ايه التوازن ما بين الاشارات العصبيه، العقل بيعمل ستوب كف لاشارات
ويعمل إثارة للإشارات. التوازن لو أنا بلغت في الإثارة هيبقى عندي قلق اللي هو الحماس الزائد، ده مش مطلوب. ولو أنا بلغت في الهدوء هيبقى عندي لا مبالاة، أيضا مش مطلوب. الإعداد النفسي بيعمل التوازن والبالانس ده عشان يخرج الكوكتيل بدني مع فني مع نفسي، التوب فورم أو الفورمة في الملعب. أما الحماس فده مصطلح زي الطيارة أو الصاروخ، بيقعد يعلى 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 لحد منحنى، يعني أعلى قمة في المنحنى، أعلى حماس وأعلى أداء. لو زاد الحماس بقى قلق وبقى توتر يبتدي يقل مين؟ ينهار الأداء البدني والفني. فعشان كده لا، أنا كجهاز فني أنا ما بحمس كل اللعيبة زي بعض، وما حمس كل اللعيبة بقدر نفس القدر ولا كل اللعيبة. يعني مثلا فرح أنا ممكن أحمسها حاسس إن هي هادية شوية، أحمسها إزاي؟ بتدريبات حاجة اسمها التنفس السريع، تدريب اسمه تدريب الشمعة، دي تكنيك معين بنعمله مع اللعيبة الدولية فحمسها. بالإحماء والستريتشنج أقول للراجل بالتعاون، ما احنا جهاز فني فعلا معاون، أقول له زود للفرح شوية الاستريتشات والحركة عشان أنا عايزها تنشط. وائل العكس نشيط وهيتحمس هيهايبر مني. فراح أقول لي برضو للدكتور التاني، لا بقى أنا مش عايز تنفس سريع ويعمل له اكتيفيشن، انا عايزه تعمل له تنفس عميق بطيء اللي بيعمل له ريلاكسيشن احسن، دوائر المايبر قوي. اقول له بتاع الحركه والاسترتشات زود في الاسترتشات قلل في الحركه شويه. مين اللي بيقرا الشخصيه دي يا دكتور؟ المعد النفسي الرياضي بالتعاون مع الجهاز الفني، وهنا بقى التيم وورك بيقرا شخصيه اللعيبه. طبعا طبعا، انا وانا ببص كده للاعب وحاطط ايده في وسطه منزل الشراب الشنكار كذا، بقرا اللعيب على طول بخبرتي الحمد لله 30 سنه او اكتر مع منتخبات مختلفه وقطاعات كوره مختلفه ومنتخبات مصارعه وكاراتيه وجودو وغيره، يعني ومنتخب الشباب لكرة القدم مع كابتن ربيع وكرة القدم انبي. قراءة الشخصية دي بيكون في التوقيت ده ولا هي شخصية اللاعب معروف عنها كذا؟ برافو عليكي، هو المفروض ان في فايل لكل لاعب، زي ما انا بعمل قرايات وقياسات فيسيولوجية والعضلة وكذا والدهون والنيوتريشن التغذية، هو كمان بيحصل له تحولات. بالظبط كده، فانا برضو ليا ملف نفسي للاعب. وجماعة نفسي مش معناه انه ابنورمال ولا هو لاسع ولا كده خالص، السيكاتري والطب النفسي حاجة والاعداد النفسي للرياضيين حاجة تانية. ازاي اخلي اللاعب سوبر وجاهز زي ما الراجل المعد البدني بيخليه سوبر في الفيتنس، زي ما الجهاز الفني حسام حسن والجهاز المحترم يخليه سوبر في التكتيك وطريقه وخطط اللعب، انا بخليه سوبر في المينتال والسايكولوجي ان يبقى جاهز. صحيح، عشان الكوكتيل ده انا لو مش جاهز، يعني زي ما قلت كوكتيل لو الحاجات مش بنسب متوازنه ما تيجي تشربي مش هتستمتعي، لكن بتروحي لمحل معين بتقول يا سلام على الجوز ده جميل قوي. ليه؟ عشان هو حاطط فاكهه من نوع معين كواليتي معين بكميات معينه وحرفيه مع بمقادير تشربيها تقولي الله ده جميل قوي، المكان ده مختلف عن اي مكان تاني. كذلك الفتنس الجيد مع الفنيات الجيدة مع الإعداد النفسي مع تحليل الحركة مع التغذية، اليوم ده بيطلع كوكتيل. طبعا طبعا. لسه حديثنا مستمر مع حضرتك دكتور وائل، هستأذنك واستأذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم نستكمل حوارنا مع دكتور وائل رفاعي خبير واستشاري الإعداد النفسي للمنتخبات الوطنية في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم فقرتنا اللي نورنا فيها دكتور وائل رفاعي خبير واستشاري الإعداد النفسي للمنتخبات الوطنية. عودة لحضرتك يا كابتن، يا دكتور وائل وكابتن وائل طبعا الاثنين. صحيح حضرتك بقالك سنين في المنتخبات وكنت لاعب كرة كمان في الناشئين. دكتور، الحقيقة أن الصحة النفسية زي ما حضرتك كنت بتقول في أول الأمر بقت واخدة مساحتها بشكل كبير وبقى عندنا الثقافة والوعي لده. كان في مجموعة من الطلاب يتواصلوا معايا بالأمس، عاملين بيج على الانستغرام، والبيج دي بتتكلم عن الصحة النفسية في الجانب الخاص باللعيبة، والبروجكت بتاعهم أو مشروع التخرج بتاعهم اسمه نط الحاجز. نط الحاجز ده بيتكلموا عن مدى وعي والثقافة الخاصة بالصحة النفسية للعيبة بشكل عام. ازاي زي ما حضرتك بتقول حصل الانتشار ده، وان ناس كمان وطلبه ابتدت ان هي في جامعه الام اي يو يعملوا الفكره دي او ان هم يطبقوا ده على ارض الواقع؟ ايمان الانسان بانه يونت واحد ووحده واحده. انا مش بس بروح الملعب بالفتنس واللياقه البدنيه والفنيه، لا ده انا بروح باسلوب تغذيتي بثقافتي بمشاكل الدراسه البيت باصحابي بمودي بمزاجي بتركيزي بثقتي بانفعالاتي الحلوه او الوحشه. فايمان الانسان ان في متغيرات تانية في شخصيته هتأثر على أدائه خليته يلجأ ان مبقاش سلبي، يبقى عنده
الإيجابية، يبقى في حاجة اسمها البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الإيجابي، ده مهم جدا جدا جدا. إن إزاي أواجه وأعرف أنا بغلط إمتى وأعترف إن أنا غلطت وأوقف الغلط عشان أرجع تاني للصح. فهم مؤمنين إن الجانب النفسي مهم، عشان كده ابتدوا ياخدوه بروجكت ليهم ومشروع يتكلموا عليه. وشايفين إن معظم الدول المتقدمة إيمانها واهتمامها بالجانب النفسي مع الفني مع البدني عمل المستوى الرائع ده. والحقيقة إحنا مصر رائدة في هذا المجال، يعني إحنا لا نقل عن أمريكا أو كندا في النواحي النفسية بصفة عامة، حتى الطب النفسي أو الإرشاد النفسي العام أو علم النفس الرياضي أو الإعداد النفسي الرياضي، مدرسة متقدمة جدا على مستوى الأشخاص والأفراد والكيانات والمؤسسات، ولينا أبحاث ولينا خبرات عملية ونظرية زينا زيهم بالضبط، دي حقيقة يعني، وعلماء في المجال وأبحاث وبيبرسوا مجلات عالمية. يعني الثقافة دي انتشرت، عشان كده الناس ابتدت تتأثر. يعني الحمد لله احنا من حوالي سنة دشنا في المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي، مشروع قومي على مستوى 23 محافظة بجمهورية مصر العربية، بإسهام أو بإعاز من وزير الشباب والرياضة لما راح طوكيو 2020 وشاف إن اللعيبة بتتأثر في المباريات النائية في الكاراتيه أو التايكوندو أو غيره بالجانب النفسي، فقال لازم نفكر في الجانب ده، فبقينا مجموعة من الخبراء أنا واحد منهم، ابتدينا ننتقي أساتذة جامعات ودكاترة في السبورت سايكولوجي على مستوى مصر في 23 محافظة، يعني مغطين مصر تقريبا، وابتدينا ندالهم مستويات، ندالهم تطوير مستوى أول وتاني وتالت، ونختار معد أو اتنين أو تلات على مستوى كل محافظة بحيث يشتغلوا مع اللاعبين ومراكز الشباب والأندية، والولاد نجحوا وخرجوا لنا ولاد انضموا للمنتخبات في أحد الألعاب زي الجودو والملاكمة وغيره وغيره. والمشروع القومي ده للموهبة مع المشروع القومي للمعد النفسي فرغ لمصر أبطال بقى هم موجودين في قوائم المنتخبات الوطنية الفيرست تيم الأولى. فالاهتمام على مستوى الكيانات أو الدولة والمؤسسات والأندية والاتحادات بالجانب النفسي، الاتحاد المصري لكرة القدم محترم جدا 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 بقيادة الأستاذ جمال علام، المهندس جمال علام والموجوعة موجودة معاه، دكتور جمال محمد علي كمسؤول عن التثقيف بيعمل الدورات الدي والسي والبي والاي، أنا بدرس فيها كلها، لسه كنا في الدورة كلاس اي اللايس الرخصة. تعرفيش قد ايه المدربين مستمتعين بالجانب النفسي، وبيقولوا لي المحاضره يا دكتور، وعايزين المحاضره كمان في الملعب عشان عرفوا ان الكلام ده تطبيقي وليس نظري ومهم في الاداء. فثقافه الاعداد النفسي ابتدت تنتشر بشكل كبير، اولا بالاهتمام بالقاعده، القاعده هنا مش قاعده الناشئين او الممارسين، القاعده يعني اساسيات الدوله او المجتمع اللي هي وزاره الشباب والرياضه، ابتدى الفكر يكون موجود، انتقل الى الخبراء، الخبراء نقلوه للساحه الرياضيه، ابتدى الرياضيين يستطعموا ويحسوا بهذا طبعا، ويعرفوا ان مثلا وائل او غيره من زملائه اشتغلوا مع منتخبات كذا وحققوا ميداليات ذهبيه في الكاراتيه وفي الجودو وفي كذا وفي كذا، ابتدى ينتشر، ابتدى ينتشر في السكواش. انا 12 سنه في نادي هليوبوليس من اولاد صغيرين، علي فرج ونور الطيب وهانيا الحمامي ورامي عاشور وياسر عادل لحد ما بقى ابطال عالم. فمؤمنين يعني ايه الاعداد النفسي مهم. طب الجلسات النفسيه اللي بنتكلم عليها في التوقيت الحالي لمنتخبنا المصري تحدث مع اللاعب مع الكابتن حسام حسن، ولا يكون في مجموعه من الجهاز المعاون ايضا؟ هو طبعا الطبيعي ان في مجموعه من الجهاز المعاون، يعني في ليفربول في 21 شخص في الجهاز المعاون منهم يكونوا حاضرين الجلسه النفسيه، كنا منهم حد زي حالاتي بيقوم بالتنسيق مع كابتن حسام حسن، وهو اللي قائد الدفه وهو اللي بيقول كل تعليماته الفنيه واللي شايفه في اللعيبه، ولا نتدخل في الجوانب الفنيه ولا طريقه لعب ولا خطه لعب ولا نزل فلان او فلان جاهز، لا خالص، لكن احنا بنقوم بالدور بتاعنا. وفي حاجات بيقوم بيها الكابتن، يعني مهارات التواصل لازم المدرب نفسه والمدير الفني يكون هو اللي عارفها، ازاي يشوق بيئه التمرين واللاعبين وياخد قرار من الناحيه النفسيه، اندر تايم بريشر ضغط وقت، ده حاجات موجوده في الكوتش نفسه يقدر يقوم بيها مع اللعيبه. لكن في امور تانية هو مش بيقوم بيها، مش عشان هو وحش، عشان ده مش تخصصه، زي ما انا ما بفهمش في كره القدم والفنيات، مثلا تدريب للتركيز، انا دي دراستي 40 سنه في المجال ده، ثقه بالنفس، ازاي اعمل بروفايل للسمات الشخصيه لكل لوكيشن او مركز في الملعب ونقصه ايه ومش عارف ايه، ده حاجه تخصصيه بيقوم بيها الدكتور المعد النفسي الرياضي عشان ده شغله، فاهم في الكوره الى حد ما، مش زي طبعا الكباتن، لكن فاهم في تخصصه شكله عميق، زي ما الكابتن فاهم في الكوره كويس قوي قوي، لكن في الجنب ده مش هيبقى فاهم فيه قوي، وده مش عيب، هو في بعض الاشياء النفسيه يعرفها والبعض لا، حتى لو جوارديولا لو كلوب مش عارف كل حاجه نفسيه، لان هو طبعا مش دارس سبورت سايكولوجي ومعتمد في هذا الكلام لسنين طويله، لكن في حاجات اساسيات بيعرفها وحاجات تانية بيلجأ ليها للمتخصص، والمتخصص ما بيتدخلش في الفنيات، وبيكون ده بشكل يعني في تنسيق ما بين الاثنين، وده تم
تم مع ناس كتير جدا معنا. انا اشتغلت مع كابتن ربيع ياسين منتخب الشباب، مع كابتن علي ماهر مع المصري وكذا، قطاع الناشئين في المقاولين، وكان معنا كابتن محمد صلاح والنني من ولادنا في القطاع. طب بما ان حضرتك اتكلمت على دور القائد او على دور الكابتن في الفريق، ايه الدور اللي ممكن يلعبه واحد زي محمد صلاح مع المنتخب المصري في التوقيت الحالي للجانب النفسي، خصوصا ان محمد صلاح عنده بقى الصحه النفسيه والجانب النفسي ابتدوا ان هم ياخدوا شق كبير جدا في حياته منذ ما يعني كان متواجد، سواء كان بقى في الانديه الاوروبيه او حاليا في ليفربول. هو سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، لو احسننا استخدامه هو اساسا جانب ايجابي وما حدش هيقول غير كده، لكن ممكن يبقى جانب سلبي امتى؟ المتخصص يقول لحضرتك يبقى امتى بقى. لو انا استغليت محمد صلاح كقيمه وطاقه نفسيه ايجابيه وتاريخ، ووجوده اصلا بيهز المنافس وبيدي ثقه لزملائه، وتوجيهاته في الملعب باعاز طبعا من الجهاز الفني وبخبرته، لان اللاعب برده مش شطرنج، لازم يبقى عنده خبره في تنفيذه للواجب الخططي والحركي والتكتيك والتكنيكال سكيلز في الملعب، عشان هو مش ماشي على قضيب، ممكن الامور تتغير في الملعب طبعا. فاكيد بيبقى قيمه ايجابيه. هيبقى قيمه سلبيه امتى؟ لو بقى في حاجه اسمها سمه الاعتماديه عكس الاستقلاليه. اللاعب الرياضي المفروض يبقى مستقل في شخصيته. الاعتماديه يعني هرمي كل حاجه على محمد بقى، اعتمد على محمد، هخلي محمد بلغه الكوره كده يبصم على كل كوره، اخلي محمد الاي كونتاكت معاه على طول، فانا خرجت كده عن تركيزي. لا، محمد لاعب مهم جدا ولاعب عادي جدا في نفس الوقت. ازاي اوازن بين الاثنين دول؟ يعني ايه؟ ما بقاش الفوكس عليه قوي عشان ما اعملش لود عليه هو كمان، وما اعرضوش لاصابه، او ما هدرش الطاقه النفسيه بتاعته بسرعه، ولياقته البدنيه تخلص بسرعه، تركيزه يتاثر ويبقى تحت ضغط، وفي نفس الوقت اوجه الفريق المنافس بشكل غير مباشر انه يعمل فوكس على محمد وهو مفتاح لعيب مهم. لا، ازاي بقى اللعيبه الثانيه بذكائهم العقلي والحركي يقدروا يستفادوا من خبره محمد صلاح كقيمه وطاقه ايجابيه، وفي نفس الوقت يقدر محمد صلاح يمدهم بالطاقه دي، لكن ما اعملش فوكس عليه عشان ما يجهدوش هو، وفي نفس الوقت ما بقاش انا هو الشماعه اللي ادائي احمل عليها لا، لازم انا كمان انطلق في ضوء تعليمات الجهاز الفني طبعا وانفذ المطلوب مني. هنا بقى التوازن اللي يبقى موجود عشان يبقى قيمة كبيرة. بنتمنى الصحة النفسية لكل لاعبتنا يا دكتور وائل، وإن شاء الله كل التوفيق ليهم إن شاء الله طبعا، سواء كان لعيبة منتخبنا الوطني أو حتى الاستعداد إن شاء الله لأولمبياد باريس خلال الفترة القادمة بإذن الله. أولمبياد باريس 2024 مع منتخبات المصارعة، وإن شاء الله نجيب ميدالية بإذن الله. بإذن الله بالتوفيق لحضرتك يا كابتن وائل، نستبشر خير ونفرح ونحتفل مع بعض بإذن الله بتأهل منتخبنا المصري لكرة القدم، والدنيا تبقى بإذن الله يا دكتور. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، نورتنا، نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا، كما نورنا فيها الدكتور وائل رفاعي خبير واستشاري الإعداد النفسي للمنتخبات الوطنية. تجدد لقائنا دائما عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس. أشوف حضراتكم بإذن الله وحلقة جديدة، ويومكم خير وسعادة وفرح.